اهلا وسهلا بكم في نقطه حوار لهذه الليله. التداعيات والمستجدات الاخيره في الشقيقه ليبيا ستكون محور نقطه حوار لهذه الليله، تطورات الامنيه الاخيره في هذا البلد وتداعياتها على بلادنا وسيناريو المحتمل حدوثه ستكون كما قلت محور نقطه حوار لهذه الليله. يشرفنا بالحضور للحديث عن هذا الموضوع السادة سيد تمير ديلو القيادي بحركة النهضة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. السيد نور الدين النايفر الخبير في الأمن الشامل، أهلا وسهلا بك. السيد صلاح الدين الجمالي سفير تونس السابق في ليبيا، مرحبا بك. أهلا وسهلا. والسيد زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، مرحبا بك. وإلى جانبه السيد مختار الشواشي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أهلا وسهلا بك. في انتظار أنه ينضم لنا عبر الهاتف حضرة العميد توفيق الرحموني الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، وأيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة أحمد لبين، ممكن أن يكون معنا عبر الهاتف بعد قليل. أيضا من ليبيا ممكن أن ينضم لنا عبر الهاتف سيد مفتاح بوزيد رئيس تحرير بإحدى الصحف في بنغازي، ومحللنا السياسي والإعلامي صلاح الدين الجوشي ممكن أيضا أن ينضم لنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في نقطة حوار. خلينا نسترجع من خلال هذا التقرير الأحداث اللي عرفتها ليبيا خلال هذا الأسبوع ثم نبدأ الحديث. إن الإرهاب موجود في بلادنا ويسعى للانتشار بحجة الإسلام والغير على الدين الإسلامي، والإسلام منهم براء، فنحن كلنا مسلمون. نهار الجمعة 16 مايو من عاصمة الشرق بنغازي انطلقت عملية ليبيا الكرامة، وهي عملية عسكرية بقيادة اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر اللي دخل في حرب ضد الجماعات المسلحة والمعروفين بالإسلاميين المتشدين. والعملية هذه عرفت دعم كبير من عديد القبائل الليبية والكتائب المسلحة وضباط الجيش السابقين والقواعد الجوية والبحرية ومديرية الأمن. والتحق مؤخرا رئيس الحكومة الليبية السابق علي زيدان بدائرة الداعمين لخليفة حفتر. عملية ليبيا الكرامة دخلت أسبوعها الثاني، ووضعت كل القوات المؤيدة لها جميع إمكانياتها من عتاد وأسلحة نوعية وعناصر من نخبة في الجيش السابق على ذمتها قصد محاربة الإرهاب حسب ما أعلنوا عليه. وفي ختام الاجتماع الطارئ اللي عقده مجلس الجامعة العربية البارح على مستوى المندوبيين الدائمين لمناقشة الأزمة الليبية، ادعى البيان الختامي الأطراف المتنازعة في ليبيا للمصالحة والاستمرار في الحوار. اتصالات مستمرة ومشاورات مستمرة لنرى كيف ما يمكن أن نقدمه. الجامعة العربية قررت تعيين الدكتور ناصر القدوة الوزير خارجية فلسطين الأسبق لتولي الاتصالات، وهو يقوم بهذه الاتصالات الآن. نحن في مرحلة مبدئية، والدليل على ذلك أننا قمنا باجتماع تشاوري لتبادل وجهات النظر. وتحسبا لتداعيات الأزمة الليبية على تونس، تعزت أنظمة المراقبة والحراسة على طول المراكز الحدودية المتقدمة وبالنقاط المتنقلة المشتركة بين قوات الأمن والجيش التونسي، ودخلت قواتنا في حالة استنفار قصوى لحماية الوطن من الإرهاب والتهريب. وتابع المجلس الأعلى للجيوش البارح بإشراف رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي تطورات الوضع في ليبيا والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها والوضع الأمني العام في البلاد. ومع احتداد التوتر في الأراضي الليبية تتعزز المخاوف من إعادة سيناريو ثورة 2011 من تدفق آلاف المهاجرين الليبيين لتونس هروب من نزاع دموي في بلادهم، وينجم هذا يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي في بلادنا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار العقارات ومشاكل أخرى حسب عدد من المراقبين. ويردد آخر من المراقبين أنه تدفق اللاجئين من ليبيا ينجم يسمح بتسريب سلاح لتونس وإلا تسلل بعض الإرهابيين عبر الحدود الغربية التونسية. إذن التقرير كان لزميلتنا سمية القرفي. حتى نقترب أكثر من حقيقة الأوضاع في ليبيا معنا عبر الهاتف السيد مفتاح بوزيد رئيس تحرير بإحدى الصحف في بنغازي. سيد مفتاح بوزيد أهلا وسهلا بك. أختي كريمة أهلا وسهلا بك، أنا رئيس تحرير صحيفة برنيق. نعم مرحبا بك سيدي الكريم. حبينا نعرف بما أنه عملية الكرامة هذه انطلقت من بنغازي، لو كانت تعطينا فكرة على الأوضاع كيفاش كانت في ليبيا وردود فعل أهالي بنغازي على هذه العملية.
أولا أرحب بك مجددا وأرحب بكل مستمعينك في تونس الشقيقة والعالم. هذه العملية قادها اللواء المتقاعد خليفة عفتر، وسميت العملية باسم القيادة العامة للجيش الوطني، يعني القيادة العامة للجيش الوطني بمسمى الكرامة أو كرامة ليبيا، حيث كان يتواجد في مدينة الرجمة تبعد عن مدينة بني غازي عاصمة الثورة 50 كيلومتر، وكان يحدد أكثر حوالي مرتين للنزول إلى جماعات متشددة عن طريق السيد الناطق الرسمي العقيد محمد حجازي، بأن هذه مجموعة من ضباط وضباط صف من الجيش الوطني ويستهدفون أوكارا وجماعات إرهابية عادت في البلاد فسادا وقتلت وذبحت ضباط وضباط شرطة وأفراد من الأمن، وبالتالي أراد أن يقول أن هذه استجابة بعد عجز كامل من الجهات المسؤولة، سواء كانت في المؤتمر الوطني أو كانت في قيادة الأركان أو غيرها. في ظل هذا الصمت المطبق لم يجد مبررا إلا أن يقول أنها استجابة لتلك الشعب الذي أضناه تلك الجماعات التي تواجدت في أكثر من مدينة في ليبيا، خاصة في بنغازي ودرنا وصبراتة وسرت. وبالتالي هذه العملية تستهدف هذه المجموعات، والتحقت به وحدات عسكرية بعد العملية يوم الفجر، يوم الجمعة فجرا، عندما خرج الطيران العمودي وطيارات الميج واستهدفت أكثر من موقع في بني غازي أو في تخوم بني غازي، سيدي فرج والهواري والقوارشة. نجد هذه الضربة استحسنت من بعض أو جزء من الشعب، وبدأت تلك الوحدات العسكرية تلو انضماماتها إلى كرامة ليبيا. ثم بعد ذلك بدأت القبائل، إلا أن كان هناك بعض الضبابية إلى حد ما، على اعتبار أن المسار الديمقراطي لا غنى عنه، وأن استحقاقات 17 فبراير هي التمسك بمسألة التداول السلمي للسلطة، وأن ليس هناك ولا يرضى هذا الشعب الذي قدم كثير من الضحايا في 17 فبراير أن يرضى بحكم عسكر. فطمأن اللواء المتقاعد بأنه لا يرغب في هذه السلطة، وأن العملية لها هدف واحد ومستمرة، سواء كان بتصريحاته أو بتصريحات العقيد محمد حجازي. طيب اللواء حفتر يقول أنه يسيطر تقريبا على 75% من بنغازي، هل هذا صحيح؟ لا، ليس هناك بمعنى سيطرة 75 ولا 50، هو السيطرة بمعنى ماذا؟ بمعنى تلك الانضمامات التي توالت. يعني نحن نجد أن المنطقة الشرقية الآن، طبعا وأنا أريد أن أتحدث بشكل مهني وبشكل شفاف، الانضمامات متوالية من كل أهالي المنطقة الشرقية بما فيهم القواعد الجوية بالكامل، بما فيهم مديرية الأمن وفروعها وأقسامها. هناك وحدات عسكرية طبرق ودرنا الجبل الأخضر والبيضة والمرج وأجدابية، خاصة بعد انضمام بما يسمى المكتب الإقليمي لبرقة وأمن المنشآت. كانت هناك نقلات مهمة، وهي المنطقة الغربية، حيث خرجت في طرابلس يوم السبت مباشرة أو يوم السبت انضمامات أخرى من كتائب الصواعق والقعقاع والمدني، وأصبحت تتوالى. زاد الأمور هو أن انضمامات السياسية بعد تصريحات الدباشي ورئيس الوزراء علي زيدان أصبحت الأمور أكثر انضمامات، وأصبحت شرعنة، لأن المؤتمر الوطني تحدث أن هؤلاء خارجين عن القانون وأنهم لا يمثلون الجيش. رد مباشر الوحدات العسكرية وانضمام كافة قيادة الأركان الجوية والبحرية والدفاع الجوي والسلاح الجوي، لم يبقى منها إلا رئيس الأركان والناطق باسمه. أصبحت العملية لن تكون مجموعة خارجة عن القانون، بل هناك أصبحت جيش وطني، وهذه نقلة مهمة. طيب. خاصة بعد انضمام مديرية الأمن في عدة مدن. نعم تقعد معنا سيد مفتاح، خلينا نسمع موقف ناطق رسمي باسم الحكومة الليبية سيد أحمد لامين. أهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بك سيد احمد لمين. بدايه خلينا نطمن على الاوضاع في طرابلس اليوم كيفاش كانت، وسؤالي الثاني هو انه الحكومه الليبيه اعتبرت المحاولة اللي يقوم بها اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأنها انقلاب على شرعية. أولا الحكومة منذ دقائق أصدرت بيان بخصوص المسيرات والمظاهرات التي حدثت اليوم في طرابلس وبنغازي وبعض المدن الليبية الأخرى. شنو فيه البيان؟ أظنكم رأيت هذا البيان الذي يبين أنها هذه الحكومة تحيي تعبر عن فخرها واعتزازها بأبناء الشعب الليبي الذين غصت بهم الميادين والساحات المختلفة ربوع ليبيا في يوم الجمعة في مظهر سني مطالبين ببناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الشرطة ومنددين بالإرهاب. هذه التحية والتقدير الذي تقدمه الحكومة للشعب الليبي الذي ينادي ببناء المؤسسات والجيش والشرطة وبمحاربة الإرهاب جميع أنواعه، هذا يدل على أن الحكومة الآن تتفاعل مع نبض الشعب وتتفاعل منذ فترة طويلة، ولكن هناك عوائق كانت تمنع هذه التفاعلات، ولكن الحكومة مستمرة في ذلك بدون توقف. إنما يقال الآن عن محاولة لمحاربة الإرهاب، هذا ما تقوم به الحكومة منذ وقت طويل وهي قد أصدرت بيان غاط لهذا السبب، وبالتالي فإن الحكومة الآن هي الآن في الواجهة وهي التي تقوم بكل هذه الأمور التي يدعي حفتر أنه يعمل عليها، وما يقال عن الإمامات هي مجرد أفراد بسيطين لا يمكنون يمثلون القوة. طيب حفتر يقول أنه هناك قيادات الأركان الجوية والبرية والبحرية انضمت ليه وساندته، أيضا هناك أيضا أعلن وزير الثقافة أول أمس أنه ينضم إلى المبادرة اللي قام بها حفتر. شنو هو موقف الحكومة من هذا؟ موقف الحكومة قد أعلن الآن في هذه البيان، وأعلن في البيان السابق، وأعلن في بيان غات لمحاربة الإرهاب. هذه الأمور بالنسبة للحكومة هذه سياسة واضحة. الآن الحكومة الآن تسعى لبناء الجيش والشرطة، هناك عراقيل في السابق قامت وهنا يجب أن تزال هذه العراقيل وتعمل على تكوين مؤسسات الجيش والشرطة ومحاربة الإرهاب بجميع أنواعه، هذا موقف الحكومة بكل وضوح. طيب نحس أنه فما انقسام بين الحكومة وبين المؤتمر الوطني العام الليبي، وخير دليل اللي صار البارح رئيس المؤتمر يطالب جماعات قتالية بأنها تنضم تأتي من مصراتة إلى طرابلس لحماية المؤتمر، وهذا ينتقدته بشدة الحكومة الليبية. نعم الوضع الليبي الآن محتقن جدا، وهناك جماعات موجودة على الساحة في طرابلس وترفض دخول درع الوسطى الذي هو اسم هذه المجموعة التي تأتي لطرابلس. الحكومة تسعى إلى نزع فتيل الأزمة والسعي إلى الحوار بين الأطراف وعدم الدخول في اقتتال داخلي، وهذا واضح لبيان الحكومة. هذه الحكومة الآن في خلاف مع المؤتمر، هذا صحيح، لأن المؤتمر لا ينسق مع الحكومة ومع وزارة الدفاع في استدعاء هذه التشكيلات المسلحة والتي هي تحت راية الدولة، ولكنها دخولها في وقت حرج يحول المشهد الليبي إلى مشهد متأزم، والحكومة تسعى مع جميع الأطراف لنزع فتيل الأزمة والحوار بين أبناء الشعب الليبي والسعي نحو إقامة مؤسسات الجيش والشرطة وعدم الدخول في خلافات مع الجميع. ما تراش وأنه هالخلافات هذه في المواقف بين الحكومة وبين المؤتمر الوطني العام هي اللي تخلق جو يخلي الجماعات هذوما جماعات العسكرية، ولا يخلي حفتر يقوم بمثل هذه المبادرات، لأنه كما شفنا حتى عملية التصويت على رئيس حكومة جديد شابتها الكثير من المشاكل والكثير من الفوضى خلال جلسات التصويت، فما إطلاق نار داخل البرلمان الليبي، معناها ما فماش استقرار سياسي اللي يخلي البلاد ما تواجهش مثل هذه الأعمال اللي بين قوسين أنتم تعتبروها انقلاب على شرعية. هذا صحيح، الخلاف ما بين المؤتمر والحكومة خلاف قديم، ويسعى الكثير من أعضاء المؤتمر وليس كل أعضاء المؤتمر إلى عرقلة عمل الحكومة. مثلا الميزانية لم تسلم للحكومة حتى الآن، وهناك الكثير من الخلافات، والحكومة هي جهة تنفيذية تسعى على رعاية مصالح الشعب والقيام بالخدمات اليومية وللمواطنين مباشرة. الحكومة هي التي تواجه، والشعب قد أعلن منذ فترة طويلة
وخلال عدة مبادرات رفضه لاستمرار المؤتمر، وأنه لا يقوم بعمله على وجهه الأكمل، وأنه منحرف عن أدائه الأصلي. وبالتالي هذه المطالبات هي الآن قد ظهرت إلى السطح بشكل كبير، والحكومة تعاني من هذه الممارسات. وبالتالي فإنها الآن تستجيب إلى نبض الشارع وتستجيب إلى مطالبات الشعب بإنهاء عمل المؤتمر الوطني كما ورد في مبادرة الحكومة. نعم. هذه الأعمال التي ذكرتموها والتي تؤدي إلى مثل هذه الانشقاقات وخروج من يطالب، من يقول أنه يحارب الإرهاب، سببها الخلافات التي حدثت بين الحكومة والمؤتمر، والتي الحكومة لها كل الحق في ذلك، ولكن المؤتمر هو الذي يعرق العمل للحكومة. نعم نعم. تقعد معنا سيد أحمد لمين ناطق رسمي باسم الحكومة، وأيضا سي مفتاح بوزيد حتى نشارك الأخوة ضيوفنا في الأستوديو. نظر معك سي نور الدين النايفر، الوضع في ليبيا كيفاش شفتوا؟ اسمحوا لي عفوا، أنا مضطر الذهاب إلى لقاء آخر، فأطلب منكم الاعتذار على عدم الاستمرار. سيد أحمد لمين، أنت مضطر لأنه ما تقعد تواصلش معنا؟ نعم طيب. أنا مضطر، عندي لقاء ثاني. هل ممكن أنه نتصل بك بعد قليلة؟ والله حنا حيستمر أكثر من نص ساعة. طيب فقط قبل من تغادر، فقط سؤال، خلال هذين اليومين هل كانت هناك مبادرات دولية أو حتى مبادرات داخلية لنزع فتيل هذه الأزمة وللوصول عبر الحوار إلى حل لهذه الأزمة؟ أولا من الناحية، من ناحية المبادرات الخارجية، قد كان هناك لقاء للسيد رئيس الوزراء مع مجموعة سفراء الأوروبيين ومع مجموعة سفراء الدول العربية، وقد قدموا كلهم دعمهم لمبادرة الحكومة وأيدوا الحوار وعدم الاقتسام إلى السلاح. كما أن المسيرات أو المظاهرات التي خرجت اليوم كلها تؤيد مبادرة الحكومة وتطالب بتنحي المؤتمر الوطني بتعليق أعمال المؤتمر إلى حين إجراء الانتخابات. نعم هذا نعم. هذه من أكثر المطالبات الشعبية نعم. والدولية أيضا، ولكن المؤتمر رفض هذه المبادرة، وبل وأقر الانتخابات في أواخر جمعة على ما أعتقد. ليس هناك خلاف على موعد الانتخابات، الحكومة موافقة على موعد الانتخابات، ولكن رفض تعليق أعماله، رفض المؤتمر تعليق أعماله، وأعلن منذ فترة أنه سيناقش يوم الأحد هذه المبادرات. مناقشة المبادرات يعني هناك تطويل في الإجراءات وتسويف ومماطلة، والشعب لا يرضى بهذا. طيب فقط هناك حديث عن سيناريو محتمل، وهو ربما نشوب حرب أهلية في ليبيا. لا هذا مستبعد جدا. هناك الأطراف، كل الأطراف ينادون بالتعقل وينادون بالحوار وعدم الاحتكام إلى السلاح. الشعب الليبي له من الوعي ما يكفي من من, من 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 عدم الدخول في مثل هذه الحرب الأهلية. نعم. أتمنى من الله طبعا، هذا ما لا نتمناه طبعا حتى احنا. نعم نعم نعم، وكل لا يتمنى ذلك، ولكن هناك أطراف يحكمها العقل والحكمة. نعم. ولا تريد أن تنجر إلى مثل هذه الأمور. نعم، شكرا لك سيد أحمد لمين ناطق رسمي باسم الحكومة الليبية، كنت معنا مباشرة من ليبيا. نرجع لك سي نور الدين النايفر، تابعت الأوضاع في ليبيا، فما تقارير صحفية تقول وأنه حفتر لجأ إلى هذا التحرك العسكري، لأنه فما تقارير تقول وأنه فما سيطرة لجماعات جهادية مرتقبة على كامل ليبيا. أولا يجب أن نفهم شيئا أساسيا، هو أن ليبيا في ثورة 17 فبراير كانت تنتج 1,600,000 برميل يوميا، اليوم تنتج 250,000 برميل يوميا، أي أن الدولة الليبية ليس لها عائدات، لا عائدات لها من أجل تنظيم الجيش، من أجل تنظيم الأمن وإسداء الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وتربية وثقافة وتوريد ما يجب للشعب. هذا أمر أساسي. من يعطل هذه العملية؟ هذه الجماعات. إذن هذه الجماعات تحتكر وتوقف عمل المواني التي تصدر والمنشآت النفطية. توقف الأمر في ليبيا. ليبيا الآن في منعطف خطير جدا يتهددها إما الأفغانة، أي أن تنتصر هذه الجماعات وتفتتها ويصبح أمراء الحرب، كل أمير حرب يسيطر على النفط وعلى بترول ويتحكم فيه وتتقسم إلى أجزاء، تقسيم المقسم وتفتيت المفتت، أو أنها تتجه نحو حرب أهلية تتقاتل هذه القوى فيما بينها،
تتدخل القوى الدولية لتضعها تحت الوصاية بمقتضى متطلبات الأمم المتحدة. هذا السيناريو. هنا ليبيا ما زالت تحت الفصل السابع، تحت الفصل السابع لا زالت تعيش اللي يسمح بتدخل دولي مباشر. فقدت مقومات الدولة، فهي مدعوة اليوم إلى إعادة تأسيس جيشها وقوة الأمن، حماية المواطنين من الشبكات الإرهابية، حماية المصافي النفطية ومصادر النفط، وجعل مداخلها تخدم الشعب الليبي، إدماج هؤلاء الثوار في هيكل الدولة ككل، تحسين علاقاتها مع مصر التي تخاف منها وتتجوز منها، ومع الجزائر ومع تونس، لأن لنا نحن الآن معرضون للابتزاز، لنا 130 ألف مواطن تونسي هناك، لنا نعاني من تهريب السلاح إلى تونس، وهناك مشكل خطير جدا تطالب به أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وهو لابد من السيطرة على السلاح ومخازن السلاح الموجودة في الجنوب الليبي. في هذا الجو كله، عندما تقدم السيد خليفة حفتر أراد أن يعيد النواة القديمة القائمة للجيش الليبي، ومنها إعادة الأمن الليبي والحصول على موافقة القبائل لدعمه وبناء نواة دولة تسيطر على الوضع كما هو فيه. نعم. مشكلين بقي عنده، هو أنه ما هو المشروع الذي يجب أن تتوحد حوله القبائل وهي تلعب دورا أساسيا، وثانيا المجلس الوطني اللي قابل المجلس الوطني التأسيسي الذي يعتبر نفسه شرعيا ونوعا ما يمثل الواجهة التي يتخفى وراءها أو تتخفى وراءها المجموعات التي تقول السيد حفتر انقلابي. نعم. اسمحي لي بملاحظة أخيرة، هو أنه عندما نقول انقلاب، انقلاب ضد دولة قائمة وجيش قائم، ومع كل احتراماتي لهذه التحاليل في ليبيا لا يوجد جيش قائم انقلب عليه. ثانيا عندما نقول انقلاب فأن هناك سلطة انتقلت من هيئة شرعية إلى هيئة شرعية. في ليبيا السلطة مفككة، لا يوجد لا جهاز قضائي ولا جهاز تنفيذي ولا جهاز يسيطر على الحدود، وهذا مما يقلق تونس والجزائر ومصر. واضح. خليني ونستسمحكم أنا باش نرجع لضيفي من ليبيا لأنه مضطر هو أيضا باش يغادرنا، سي مفتاح بوزيد. أهلا وسهلا بك. اللواء خليفة حفتر كان أعلن وأنه البداية كانت من بنغازي، ولكن ستتلوها ضربات أخرى في طرابلس والعملية ما زالت متواصلة. نعم. يعني واليوم الوضع في ليبيا هادئ نسبيا، شنو هو السيناريو المحتمل؟ انا كنت سالت الناطق الرسمي باسم الحكومه قبيله، قال لي استبعد ان يكون فما حرب اهليه، ولكن كل التقارير تصب في انه قد تكون هناك حرب اهليه مع انضمام قوات الزنتان الى اللواء خليفه حفتر وقوات مصراتة الى لحمايه المؤتمر الوطني العام. هناك من يقول انه احتمال حرب اهليه او حرب وشيكه في طرابلس. اسمح لي حتى اقرب المشهد، لاننا نحن متواجدون ومراقبون ومحللون. نعم. موجودين في مدينه بنغازي وفي ليبيا، وبالتالي المشهد هو اقرب لان حتى نعرف التركيبه الاجتماعيه والقبلية وما يحدث عن قرب. نعم. أولا نحن نتعامل مع الحكومة أنها وطنية بامتياز، رغم إقرارنا بفشل كثير من مشاريعها وبرامجها. وعلى الدواليب في وضع العصي في دواليب الحكومة وأخر الميزانيات وتداخلت السلطة، لأن المؤتمر الوطني بتركيبته المصرف ليبيا المركزي أو محافظ مصرف ليبيا المركزي لا يتبع للحكومة فهو يتبع للمؤتمر. كثير من التعيينات في السفارات في الخارج لا تتبع للحكومة تتبع للمؤتمر. رئيس الأركان لا يتبع للحكومة يتبع للمؤتمر. شفنا كثير من التداخلات بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وبالتالي الشارع الليبي كان باستمرار يحمل المؤتمر الوطني مسؤوليته على الفشل الذريع في عدم الاستحقاقات في 17 فبراير، وعدم تحقيق وانتقال حالة الثورة إلى الدولة المهمة الأساسية الموكلة للمؤتمر الوطني. إذن الشارع خاصة بعد خروج
تلك الأصوات من المؤتمر الوطني وتغلغل المشروع التيار الإسلامي فقط في المؤتمر الوطني، أصبح هناك صوت واحد والشارع خرج في انتفاضات مستمرة ليقول للمؤتمر الوطني بأنه انتهى ولايته وصلاحيته. وكنا نعتقد بأن هذه المسألة أن المؤتمر الوطني سوف يكون له الحس الوطني وأنه يسمع ويبصر، إلا أنه فقد حواسه واحدة تلو الأخرى، لا يسمع ولا يبصر، وذهب في إمعانه وإصدار القرارات من السيد رئيس المؤتمر بوسهمين الذي هو رهينة لتلك الجماعات التي تفرض عليه في طرابلس وتملي عليه قرارات. أرجعنا للمربعات الأولى وكأننا سنة أولى في الثورة، كان يريد أن يغزو المنطقة الشرقية بقرار 42 بإرسال قوة الدروع الوسطى التي نعلم علم اليقين أنها ليست من الجيش إلا بحصول على ورقة فقط أنها شرعية. أضاف لنا قرار رقم 33 بتشكيل بغرفة ثوار ليبيا بدل أن نذهب إلى الجيش والشرطة ليحمي المدينة، أو قرار رقم 47 الذي صدر قبل رقم قرار 33 بتشكيل الغرفة الأمنية لتأمين بني غازي ودعمها بالإمكانيات، إلا أننا رأيناه صدر قرار رقم 33 يقلب غرفة ثوار ليبيا التي من التيار الإسلامي ونعتبروها المتشدد بحماية بني غازي، ورفض أهل بن غازي الرجوع إلى المربع ولا يرضى إلا بوجود الجيش والشرطة. طيب سيد مفتاح، المواطن الليبي، خلينا نتعرف أكثر على المواطن الليبي الآن. كيف يشعر حجم الأزمة حسب رأي المواطن الليبي؟ هل يتوقع أنه تكون فما حرب أهلية في البلاد قريبا، أم يتوقع أنه مختلف الأطراف تجتمع على حل سياسي ينهي هذه الأزمة؟ أقول لك بصدق، وأنا اليوم لو تابعتم المسيرات والمظاهرات التي خرجت في العاصمة وبني غازي وزليطن والمرج وطنبرق والبيضة ودرنة يوم جمعة الكرامة التي تم تحديدها اليوم، لو رأيت عشرات الألاف الذين يطالبون بمكافحة الإرهاب سوف نرى ونذهب بعيدا، وقد تقولين بأن هذا المشهد هو السيناريو المصري. يعني عشرات الآلاف يأيدوا المبادرة بتاع اللواء خليفة حفترة؟ اليوم لو رأيت القنوات الفضائية التي بثت تلك المظاهرات لرأيت بأم عينك العاصمة ممتلئة بالحشود الشعبية وبني غازي والبيضة وزليطن والزاوية وطبرق والمرج، يعني جماهير غفيرة جدا تؤيد يوم الكرامة أو كرامة ليبيا، لدرجة أنا قلت لك قد تعتبريها أن هذه نسخة مستنسخة من مصر وأنها تعتبر تفويض للجيش الليبي بالعملية أو انقضاض على الإرهاب في ليبيا. سيد الكريم. نعم، شكرا لك سيد مفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة برنيق من بنغازي، حدثتنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا لك. عفوا. إذا سي سمير ديلو، نحب نعلق على الجملة الأخيرة اللي قالها، فما برشا آراء تقول هل أنه هذية بداية لتكرر السيناريو المصري في ليبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ما نجموش نحكيه على المشهد الليبي بدون ما نذكر مواطنين المختطفين في ليبيا، الموظف السفارة محمد بشيخ ودبلوماسي العروسي الفتناسي. ولكن اسمح لي، أنا نحترم توزيعكم للكلمة في البرنامج، ولكن سي مفتاح بوزيد ليس محللا سياسيا، هو بمثابة الناطق الإعلامي للواء حفتر، وبالتالي كل هذه المساحة يعني ما كانش فيها توازن. يعني الناطق باسم الحكومة هو غادرنا، اضطر للمغادرة، حابين نحضروا طرفين، ولكن لا، الطرفين هو الطرف اللي ينجم يعطي موقف آخر من هذه العملية. على كل حال الناطق الرسمي باسم الحكومة أعطى موقف الحكومة. نكمل فكرتي باش نقول لك أنه نشعر بالحرج، يعني لأنه كيف نحكيه على ليبيا لازم نحكيه ببالغ التحفظ وببالغ الحذر، لان ملزمين بعدم تدخل في الشؤون الداخليه الليبية طبعا، وهذا من ثوابت السياسه التونسيه والدبلوماسيه التونسيه. ثانيا، امن تونس من امن ليبيا واستقرار تونس من استقرار ليبيا والعكس بالعكس، وهذا يخلينا انه قلوبنا لليبيا كما هم كانوا قلوب علينا في وقت ثورتنا
والسياسة التونسية لا يمكن أن تخضع فقط للواقعية وإنما أيضا للمبادئ. وهذاك علاش كيف نراه حق يجب أن نقول حق، وكيف تكون حاجة مخالفة وكلام من نوع استنساخ المشهد المصري بالنسبة لي لا يعني شيئا، لأنه يجب أن نورد أفضل ما في تجارب الشعوب الأخرى لا أسوأ. والمشهد المصري مش عارف شنو اللي يحب يورد منه، هل هو مشهد الإعدامات بالمئات، مشهد الدبابات التي تدوس على الجثث؟ ما نحبش نحكي على المشهد المصري أيضا، لأنه اللي صح على ليبيا صح على مصر، ماذا بينا ما ندخلوش، ولكن لسنا محايدين إزاء الدماء وإزاء إخواننا اللي هما يتعرضوا لأبشع ما تعرضوا له في تاريخهم. ولكن إذا نعلق نقول الملاحظتين. الملاحظة الأولى، وهذا ربما في تواصل مع اللي قاله سي نور الدين، أنه برشا مصطلحات تستعمل على دولة في ظروف عادية ومؤسسات في ظروف عادية لا تصح على ليبيا. لأنه اللي سقط في تونس وقت الثورة هو النظام، وبقات الدولة والمؤسسات، وعلينا أن نجتهد بالعبقرية التونسية نبنيو عليها الديمقراطية. ولكن في تونس يبدو أنه لم يكن هناك دولة أصلا، وبالتالي ليبيا. لما تروح في ليبيا، في ليبيا عفوا، في ليبيا، في ليبيا لم يكن هناك دولة أصلا، وبالتالي عليهم أن يبنوا دولة ومؤسسات. وكل هذا التعثر هو بسبب أمرين. أولهما أنه لم تكن هناك مؤسسات، وبناء المؤسسات صعب في ظروف عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي. وثانيا أن الوضع الليبي بطبيعته هو وضع معقد جدا، الواقع القبلي، الثروة، السلاح، الإرث التاريخي إلى غير ذلك. وهذاك علاش كل العبارات اللي نستعملوها في دول أخرى عندها معنى، في ليبيا عندها معنى آخر. كيف يقولوا انقلاب عسكري؟ انقلاب عسكري يعملوا تشكيل عسكري هو الجيش على حكومة قائمة ومؤسسات قائمة، لا ثم الحكومة القائمة في ظروف عادية ولا ثم أصلا الجيش، لأنه حاليا في ليبيا نحكي على تشكيلات. دوروا على المنطقة الوسطى، عشرة تشكيلات، نحكيوا على المنطقة الغربية، المنطقة الشرقية، الحدود التونسية لا تشرف عليها الحكومة، الحدود التونسية معروفة أنه لواء الزوارة. وفما شكل من أشكال توازن، حبش نقول توازن رعب، ولكن توازن القوة، لأنه الحديث على أنه تحرير طرابلس وتحرير لا يعني شيئا في ليبيا، لأنه كل القوى هي مسلحة، ملايين قطاع السلاح. يبدو أن البعض يقول أنه كل شخص ليبي، كل مواطن ليبي عنده الحق في 6 قطاع سلاح. هذه دولة غنية افتراضيا، حاليا دولة مش غنية، ولكن تحت الأرض هناك أكثر تقريبا من 41 مليار برميل من البترول، هذا مؤكد. فهذا يعني أنه المطامع الأجنبية موجودة، السلاح، الصراع في الداخل، ما تحركوش فقط المبادئ والرغبة في إرساء تجربة ديمقراطية، وإنما أحيانا التموقع. والملاحظة الأخيرة أنه التمشي السياسي في ليبيا في الأشهر الأخيرة، المصادقة على قانون العزل السياسي بعد ما حوصر المجلس بالسلاح، خلى أنه جزء كبير من مكونات المشهد في ليبيا تحاول أنه تغير موازين القوى في لحظة رسم مستقبل البلاد بما يجعل صوتها مسموعا. ما ننساوش أنه بن علي وقت الهرب ما كانش قدامه قبيلة والمجموعة قبائل اللي هي تطلب ثأره وإلا تواصل مشروعه، بينما في ليبيا النظام السابق ما كانش فقط قبيلة قذافة اللي هي قبيلة القذافي، وإنما قبيلة ورفلة اللي هي أكثر من مليون مواطن ليبي ومجموعة من القبائل الأخرى. وبالتالي الإبداع الليبي يجب أن يصل إلى صيغة تبنى فيها الدولة، لا يقصى فيها أحد، ويشارك الجميع في رسم مستقبل البلاد. نعم، سي صلاح الدين الجمالي، كيفاش تابعت الأوضاع في ليبيا وتطورها إلى حد الآن؟ والله بالنسبة للواقع الليبي هو في الحقيقة انفلات كامل، انقسامات كاملة، لا أحد يسمع الآخر ولا أحد يتفق مع الآخر. والمقارنة مع الوضع في مصر وتجربة بتاع السيسي مختلف تماما، لأنه مصر خرج مظاهرة، ثم مصر ليس فيها انقسامات، بينما حفتر اليوم يقوم في دولة منهارة، يقوم في بلاد وكله عصابات، مش حتى ليبية فقط، حتى أجنبية، والحرب يقوم بها أجانب مرتزقة من أفريقيا، من أفغانستان، من أندونيسيا، من جميع، من تونس كذلك، من الجزائريين، فبعيد بلاد أصبحت مستنقعة. لذلك أنا أخشى أنه الدور بتاعه سلين يكون سهل، يكون سهل جدا، لأنه أولا اليوم عايشين فترة هدوء نسبي، وكأني بكل المجموعات المسلحة الإرهابية كانت أجنبية أو ليبية كأنها قاعدة تستعد للمواجهة، وكأنه كل واحد يعمل في حساباته.
ويحاول يشوف كيف يتصرف. وربما سمحني تغير موقف الحكومة من المؤتمر الوطني العام وطرح مبادرة بتعليق أعماله ربما يهدئ من الوضع نسبيا. يهدئ لا شك، لأن الحكومة حبت فقط تأخذ موقف من المؤتمر، لأنه مؤتمر الحقيقة لا شيء شرعي في ليبيا اليوم. يحكيوا على الشرعية، شرعية تحت السلاح، أي قرار يأخذوه تحت التهديد بالسلاح، هذا شرعية؟ هذه بالشرعية. فلذلك أنا الحكومة حبت تنأى بنفسها عن تصرف المؤتمر، نعم، وحبت تأخذ موقف وسط، تحاول محاولة لإنقاذ ليبيا، مثل ما كان حفتر يحاول إنقاذ ليبيا بأنه جمع شتات بعض الجيش الليبي وبعض المقاومين وبعض غير ذلك. هي كذلك تحاول في موقفها هذا النائي بقرارات تاع المجلس الوطني التعيسة، كانت يعني كيف لمجلس الوطني أن يدعو ميليشيات لحماية الشرعية، وهذا خطر كبير. نعم. وبعدين ميليشيات هذه درع ليبيا، هذا معروف تدرب يعني في القادة متاعه، تدربه في تركيا ومعروف اتجاهاته الإيديولوجية معروفة وكذا، فهذا لا يمكن أن يكون هو حامل للشرعية في ليبيا. فإذا الوضع في ليبيا اليوم هو وضع دقيق جدا، والخوف أنه يستمر الصراع، لا أقول حرب أهلية، لأنه الشعب مسكين هو في غربة في بلاده، ويشوف كل يوم ميليشيات تتحرك قدامه، سيارات هذا أسود والآخر أصفر والآخر أبيض، فبعيده هو بنفسه مندهش لما يجري في بلاده. فاليوم نسمع في الليبيين يقول لك في النهار نعيش وفي الليل خايفين بما يحصل في البلاد. فالموضوع إذن هو موضوع مواجهة بين أطراف متطرفة وأطراف أجنبية أحيانا ومصالح أجنبية. ليبيا يحكي لي أستاذ جامعي البارح جاذية قال لي في مصراتة اللي هي ربما ما زالت وربما هي تواجه حفتر وغيره، وأنها هي كذلك مصراتة كذلك، يقول لك السلاح ما زال يسر إلى ليبيا إلى اليوم، ومش سلاح خفيف، حتى دبابات. نعم. دبابات تنزل في ميناء مصراتة من دول الله يسامحها الشقيقة، وهذه اللي تغذي هذه الميليشيات. إذن العملية في ليبيا هي عملية الحقيقة خطيرة جدا، ليست بحرب أهلية بل هي مواجهة دولية خفية إيديولوجية كذلك تحصل في بلاد أن بعد انهيار الدولة، وهذا الخطر والذي يهدد. ولذلك نحن إذا كنا نستعد لا شك في حماية حدودنا، لكن نستعد لمساعدة الشعب الليبي اللي هو قاعد في غربة في بلاده اليوم، وربما يتدفق على تونس للتداوي للشراء المستلزمات الأساسية إلى غير ذلك، مثل ما حصل في الأيام أيام الثورة. شكرا. نعم. سيد مختار شاوشي ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية، تبعتوا إذن الأحداث الأخيرة في ليبيا، شنو ما مختلف الإجراءات اللي اتخذتوهم أو اتخذتهم الوزارة حتى تحمي وجاليتنا في ليبيا وأكثر من 100,000 تونسي موجود في ليبيا وبعثتنا دبلوماسية؟ ونحب نستغل الفرصة هذه قبل سي سمير حكي على الزوز دبلوماسيين اللي مختطفين في ليبيا، وين وصلت المفاوضات لإطلاق سراحهم؟ شكرا على هذا السؤال. دعيني أبدأ وبدأ ذي بدء بقول ما نرى في هذا الوضع كوزارة شؤون خارجية كدبلوماسية تونسية. طبعا من منظورنا الدبلوماسي هذا الوضع هو وضع صعب، هي أزمة متعددة الأبعاد، وهي تبعث على الانشغال وعلى القلق، ولكن تتطلب شيئين. تتطلب حماية مصالحنا كالدولة تتقاسم الكثير مع ليبيا وأولها الجوار، وثانيا تتطلب المساعدة، وهو ما تقوم به تونس، وسنأتي على هذا إذا سمحت في الجزء الثاني. في الجزء الأول ماذا فعلنا لحماية جاليتنا، لأنه الأبعاد الأخرى وقع الحديث عنها في مواقف أخرى من قبل وزارة الدفاع إلى آخره. نعم. وزارة الداخلية بعد قليل. نعم. وسنأتي إليها. الجالية طبعا كنا حثثنا جاليتنا ودعوناها إلى الحذر وإلى أعلى درجات الحذر، الجالية المقيمة في ليبيا بصفة دائمة. نعم. وقنصليتنا في بنغازي وقنصليتنا في طرابلس وسفاراتنا في طرابلس لم نغلقها. لماذا؟ لأننا نعتقد أنها لابد أن نبقي عليها موجودة مفتوحة لتقديم المساعدة التي تحتاجها جاليتنا المقيمة بصفة دائمة في ليبيا. اثنين، هناك دائما كما تفضل سي سمير وذكر موضوع المخطوفين. طبعا المخطوفين ما زال في قائمة أولويات الوزارة وكافة مؤسسات الدولة الحقيقة، لأننا كما تعرف نزيد نذكر بالشيء هذا، احنا نعمل في نطاق خلية.
تضم ممثلين عن كافة الأطراف المعنية، ولا نؤلي جهدا ولا ندخر جهدا في محاولة الإفراج عنهما في أقرب الأوقات. خاطر فما تخوفات سمحني سمعتها ليمت هذه من أنه الوضعية نتاعهم ربما تزداد سوءا في ظل التوتر الأمني. هذا تخوف صعوبة يعني الإطلاق سراحهم. هذا تخوف من حيث الناحية الفلسفية المبدئية الأولية مشروع، ولكن معلوماتنا تقول لنا، آخر معلوماتنا اللي هي حديثة ومحينة تقول لنا أنهما في صحة جيدة وهذا خبر جيد. لكن يعني المفاوضات لإطلاق سراحهم المفاوضات قاعدة سيرة في الاتجاه الإيجابي، متواصلة لم تؤتي أكلها بعد إلى حد هذه الساعة، ولكنها متواصلة إلى حد يومين. بأي أول أمس السيد الوزير كانت له محادثة مع القنصل العام الليبي وتصدرها هذا الموضوع، القنصل العام في ليبيا لمتابعة هذا الموضوع. سفيرنا يتابع، نحن نتابع مع الحكومة والوسطات تعمل. إذا الموضوع حي بعيد عن موضع النسيان، وحي في الصدارة ونواصل العمل عليه. كما قلنا ما جموش نقوله كل يوم مش قاعدين نعمله شنو التفاصيل ونحطوها في الساحة العمومية، هذا لا يخدم القضية متاع المختطفين. نعمل إن شاء الله في أقرب الأوقات يقع الإفراج عنهم في نطاق العمل على المبدأين، كما حكينا حياتهم تكون مصانة ويكونوا في صحة جيدة، وطبعا المبدأ الثاني اللي هو يعني لا للضغوطات. الآن نأتي إلى موضوع يعني المساعدة، كيف تساعد تونس الشقيقة ليبيا على الخروج من هذه الأزمة؟ نعم، وفي هذا الخصوص سمحني كان فما حديث في المدة الأخرى على مبادرة تونسية لإطلاق حوار وطني للم الشتات الليبي، ولكن جاءت هذه الأوضاع على ما يبدو عكس ما كنت وكانوا الأشقاء في ليبيا يتمنوا. على عكس، شكرا، على عكس ما يظنه البعض من أن ربما هذه الأوضاع قد تجعل المبادرة تفتر، لا بالعكس هي تعطيها أكثر زخما وأكثر حيوية وأكثر أهمية في هذا الوقت. ماذا وقع منذ هذه الوضعية واندلاع الأعمال العنف وهذا الوضع الأمني والسياسي المتأزم؟ كانت للسيد الوزير عديد المشاورات مع زملائه، مع نظرائه عفوا، في عديد البلدان الشقيقة والصديقة، ويمكنني حتى أن أذكرها إذا أردتم، يعني نقول الجزائر، موريتانيا، المغرب، مصر، قطر، تركيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، والإمارات، والجامعة العربية، كلها تصب في خانة التشاور ما يمكن عمله لتقديم المساعدة للشقيقة ليبيا. طبعا اعتقادي أننا كلنا متفقون على ضرورة واستعجال ديناميكية لإخراج ليبيا الشقيقة من هذه الحلقة المفرغة، حلقة العنف وحلقة التوتر، لأنه مش باهي، هذا يصب دم الليبيين، هذا يهدر دم الليبيين، لابد من إيقاف تيار هدر الدم وإرجاع العجلة إلى الوراء وفتح أو معناها تشجيع ديناميكية بتضافر جهود الأطراف الداخلية طبعا والأطراف الخارجية، ومنها بلدان الجوار ومن بينها تونس. ولي أفكار عن مبادرة جديدة إذا أردت آتي عليها الآن أو في مرحلة اللاحقة كما تشائين. نعم، ربما لو إذا أهم حاجة فيها المبادرة هذه نترقولها الآن باش نواصل حديثنا في الموضوع. هي المبادرة التونسية كأساس متواصل العمل عليها في نطاق التشاور وجعلها تأخذ طريقها إلى التنفيذ تحت مظلة الأمم المتحدة وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. هذه اللي حكينا عليها منذ مدة. نعم، هي ما زالت إذن معناها ما زالت فاليد وما زالت معناها ثابتة وما زالت صالحة 100%. ماذا حدث أخيرا؟ تعلمون أن السيد وزير الخارجية شارك في الاجتماع الأخير في لشبونة، وهو الاجتماع 11 لدولي حوضي غربي المتوسط ويسمى بالخمسة زائد خمسة. على هامش هذه الاجتماع كانت له سلسلة من المشاورات مع عديد من البلدان المشاركة وفي مقدمتهم البلدان المغاربية، وعلى إثر هذه المشاورات تم إقرار اجتماع دول المغرب العربي على مستوى وزارة الخارجية للانعقاد يوم غلط جوان في تونس، في عاصمتنا في تونس، للنظر في الوضع في ليبيا وتلمس والنظر في ما يمكن القيام به كدول مغاربية حيال الوضع في ليبيا. هناك موضوع ثاني على غاية من الأهمية، بادرت ليبيا في هذا الاجتماع في لشبونة بإطلاق مبادرة تتعلق باجتماع المبعوثين الخاصين لمتابعة الشأن الليبي للدول والمنظمات اللي هي فرنسا، إيطاليا، أمريكا، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي
ومنظمة الأمم المتحدة، هذه كلها دول ومنظمات لها مبعوث خاص بليبيا. فالفكرة هي جمع هؤلاء المبعوثين الخاصين بليبيا لهذه البلدان وهذه المنظمات. ورحب المشاركون في الاجتماع بهذه الفكرة، و يعني يعتزم عقد هذا الاجتماع يوم الثاني من جوان في تونس. هذه تقريبا آخر المبادرات الدبلوماسية في هذا الشيء. قبل ما نمر للسي زهير، فقط وزارة الخارجية كان موقفها حيادي نوعا ما من اللي صاير في ليبيا، رغم أنه سيد رئيس الجمهورية المؤقت كان أعلن صراحة رفضه تحرك الانقلاب ضد المؤسسات الشرعية في هذا البلد. طبعا أشكرك على هذا السؤال، كنت سآتي على هذا وأنت ذكرتني. طبعا الدبلوماسية تضع نفسها في إطار عماده عدم التدخل في شؤون الغير بما فيه ليبيا. ليبيا دولة ذات سيادة نحترمها ولا نتدخل في شؤونها، وكل ما نقوم به اليوم الأمس واليوم وغدا سيظل تحت هذه المظلة. يعني من جملة مستحقات هذا المبدأ أنك تنأى بنفسك عن الانحياز لهذا الطرف أو ذاك، وتقف على نفس المسافة من كافة الأطراف. فكل ما نعتزم القيام به يمتثل لهذا المبدأ ولمستحقاته، ونتصرف بطريقة اللي نخليه جهود ومشاركات ومساهمات كل الأطراف تأتي إلى نقطة التقاء وتشجع تلك الديناميكية التي من شأنها أن تطلق إمكانية العمل الدبلوماسي في اتجاه أو في آخر. نعم سي زهير، تبعتوا أكيد الأحداث اللي سايرة في ليبيا، شنو موقفكم أنتم كحركة شعب من مختلف هذه التطورات؟ بسم الله. بطبيعة الحال هي الأوضاع صعبة، يعني هذا بإقرار الجميع أن الأوضاع في ليبيا اليوم صعبة وصعبة جدا. هذا أولا. صعبة علاش؟ لأنه بعد 3 سنوات من الإطاحة بنظام القذافي تنتشر في ليبيا اليوم الميليشيات المسلحة والمجموعات المسلحة. حسب بعض التقارير اليوم ثم أكثر من 300 يعني مجموعة مسلحة، ثم تقارير أخرى تذهب إلى أكثر من هذا، تذهب إلى أكثر من 1700 مجموعة مسلحة. الوضع في ليبيا معقد، لأنه كما ذكر ممثل وزارة الخارجية عنده أبعاد عديدة، عنده البعد القبلي المهم في ليبيا، ثم تداخل. ما ننساوش في ليبيا معطى مهم أنه ليبيا تعرضت لقصف قوات حلف الناتو، واللي لم يذكر لنا التدخل الأجنبي في ليبيا، التدخل الأجنبي في ليبيا اللي دخل برشا سلاح ليبيا واللي فر وترك ليبيا وترك تلك الأسلحة يعني منتشرة في كل تقريب ليبيا. في ليبيا اليوم تتمركز فيها قوات يعني مجموعات إرهابية تهدد أمن تونس وتهدد أمن مصر وتهدد أمن الجزائر. ثم مجموعات تقع معناتها تسيطر عليها هذه المجموعات بالكامل في درنة في الصحراء الليبية، حيث يعني بحر من الرمال والمجموعات الإرهابية معابر لهذه المجموعات. لا يمكن أن نتحدث في ليبيا اليوم عن شرعية، لأنه حتى داخل ما يسمى بالشرعية المزعومة في ليبيا كنا نستمع الآن إلى ممثل يعني الحكومة، وكنا نستمع إلى واستمعنا إلى ممثلي يعني المجلس الوطني المؤتمر الوطني الليبي، يعني ثم حالة من الفوضى العارمة اللي موجودة داخل ليبيا. المجموعات هذه المسلحة تتبع الأفراد، تتبع القبائل، تتبع المجموعات المسلحة، وخاصة الجماعات يعني المجموعات السياسية، وخاصة المجموعات ذات الخلفية الإسلامية من الإخوان المسلمين إلى المجموعات التكفيرية والمنتشرة والمتمركزة في عديد المناطق في ليبيا. التحرك اللي عمله حفتر في الفترة الأخيرة عديد المجموعات هذه ونجم نحكي عليها بالتفصيل، كانت بعض المجموعات تؤيد في حفتر وبعض المجموعات كانت ضد حفتر. يعني كل المؤشرات تشير إلى أن الأوضاع في ليبيا صعبة وصعبة جدا. المطلوب هو الحوار. المطلوب أنه احنا اليوم نتحدث على ليبيا لأنه كما تذكر أمن تونس من أمن ليبيا، والمطلوب أنه كذلك ننتبه إلى أن التدخل الأجنبي في ليبيا قد يتم مرة أخرى. نعم. وهذا مسألة خطيرة جدا، ويلزمنا نكونوا منتبهين. خصوصا وأنه قلنا أن ليبيا مازالت تحت الفصل السابع. مازالت ليبيا تحت الفصل السابع. الأمم. ومازال ذئاب النفط يعني يشتمون في رائحة النفط في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الغربية، وينجموا في أي لحظة يتدخلوا من جديد في ليبيا. الوضع في ليبيا يهم يعني أشقان الليبيين، يهم الأمن في تونس، يهم الأمن في مصر، يهم الأمن القومي العربي عموما. نعم. وبالتالي احنا نعتبر أن الأوضاع في ليبيا تستحق من الحكومة التونسية، وتستحق من الحكومة الجزائرية، وتستحق من الحكومة المصرية كل العناية وإطلاق المبادرات الحقيقية من أجل حوار حقيقي في ليبيا. ولكن مش فقط نتحدث على الحوار،
يلزمنا اولا نتفقوا على شكون هما الناس اللي باش يتحاوروا في ليبيا، لانه في ليبيا ثم قضيه اخرى اليوم، ثم قبائل كامله في ليبيا شردت، كما يحكي مكري سي سمير على ورفله، كما يحكي على كتائب في بني الوليد، هذه باسم انها كانت مواليه لنظام القذافي، شردت من وافتكت منازلها والى اخره. نعم. ثم اليوم في تونس فقط 1,900,000 ليبي موجودين في تونس، ثم مهجرين، ثم وضع خطير وخطير جدا. طبعا احنا اليوم يهمنا الوضع في ليبيا كما يهمنا الوضع في تونس، لانه انعكاسات هذا الوضع مش نحكيو، نعم مش نحكيو على انعكاسات، باش يكون وضع خطير برشا، لانه ثم شباب تونسي يغرر به ويذهب يتدرب في ليبيا ثم ينقل فيما بعد الى سوريا، ثم مجموعات حتى في وزاره الداخليه في مقتل الشهيد شكر بالعيد، وفي مقتل الشهيد محمد ابراهيمي ثبت اللي هذه المجموعات كانت تذهب وتجي على ليبيا، يعني الوضع خطير وخطير جدا. ونعتقد انه لازمنا ننتبه، يعني باش نلخص، اولا التدخل الاجنبي، ونتذكروا ديما وما ننساوش ان ليبيا وقع قصفها من قوات حلف الناتو، وان النظام القذافي تم اسقاطه بفعل القصف اللي تم على طرابلس واللي تم على بنغازي من طرف قوات حلف الناتو. نتذكروا انه ثم وضع قبلي معقد في ليبيا، وثم اليوم اصبحت حتى ثارات بين قبائل موجوده في ليبيا. هذا الكل المتدخلين في الشان الليبي واللي يحبوا يقدموا مبادرات لاشقائنا الليبيين باش تخرج ليبيا من الموضوع هذا، يجب ان تاخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات وترد بالها مليح كما ذكرت، ونأكد مرة أخرى للتدخل الخارجي، لأنه قريب من ليبيا، لأنه في صقلية، ولأنه كذلك قريب وقريب جدا من ليبيا ويراقب الأوضاع. نعم. وفي كل لحظة ينجم يتدخل في ليبيا. نعم، باش نستسمحكم ضيوفي الكرام حتى ينضم لنا عبر الهاتف سي صلاح الدين الجوشي المحلل السياسي والإعلامي. سي صلاح الدين مرحبا بك. اهلا وسهلا بك سي سلاح. اذا شنو تعليقك على تسلسل الاحداث في ليبيا، وشنو توقعاتك للسيناريو المحتمل في هذا البلد، وتعليقك ايضا على الموقف الرسمي والحكومي من الاحداث اللي صايره في هذا البلد؟ يعني شوف، الان ليبيا تتجه الى احد السيناريوهين. السيناريو الاول هو اللجوء الى الاحتكام الى السلاح، وبالتالي هناك من يدفع في اتجاه دخول ليبيا مرحله الحرب الاهليه لا قدر الله. وفي المقابل هناك اطراف مدنيه وسياسيه وحتى قبليه تحاول ان تحول دون ذلك، وتدفع في اتجاه الحل السياسي من خلال بناء حوار وطني يشارك فيه معظم الأطراف الفاعلة، لكي تقع عملية الانتقال السياسي بأقل ما يمكن من الهزات من خلال تنظيم انتخابات في بعد شهر تقريبا. وفي رأيي أن تونس ليس لها أي مصلحة في أن تبرز كطرف مؤيد لجهة على حساب أخرى، وإنما المطلوب من تونس من خلال دبلوماسيتها النشيطة أن تعمل على التوصل إلى حل حواري بين الليبيين، وبذلك تحول دون تورط الليبيين في حرب أهلية، ومن جهة أخرى تحول دون تدخل دولي عسكري ستكون أهدافه لمصلحة هذه الدول، ولن يستفيد منها الشعب الليبي ولا المنطقة. وفي اعتقادي أن الدبلوماسية التونسية من خلال وزارة الخارجية تسعى في هذا الاتجاه من خلال القيام بمبادرات عديدة، وفي رأيي ما تقوم به الدبلوماسية التونسية بالفعل هو المطلوب في هذه المرحلة لتهدئة الأوضاع ولإعطاء فرصة للحوار الوطني داخل ليبيا، سواء من خلال المبادرات التي تمت إشارة قبلها قبل هذا الوقت بقليل، أو من خلال ما يجري على الأرض داخل ليبيا. إذن نحن من مصلحتنا كتونسيين أن نسعى بالفعل إلى ترسيخ هذه الدبلوماسية الهادئة والعاقلة، والتي تسعى أو تعطي فرصة للليبيين بأن يجتمعوا على أرضية واحدة، لأن الليبيين في أشد الحاجة إلى حوار وطني يخرجهم من هذه الدوامة وينقذهم من إمكانية التورط في حرب السلاح، حيث لن يبقى هناك إلا من يملك أكثر سلاح ومن سيرتبط بالضرورة بأطراف دولية يخدم مصالحها على حساب مصلحة الشعب الليبي. نعم سي سلاح، ما تراش وأنه تغير الموقف الحكومي الليبي من المؤتمر الوطني العام قد يساهم في تخفيف حدة الأزمة؟
يعني أنا في رأيي معناها المشهد الليبي الآن على المستوى السياسي يتجه نحو التغير بصورة كبيرة، حيث أن المؤتمر العام فقد الكثير من شرعيته، وأصبح عدد واسع من الليبيين لا يثقون في أدائه، وهو ما جعل شرعيته تتراجع بشكل مكثف. والآن حتى الحكومة تريد أن تفك ارتباطها بالمؤتمر وتطرح نفسها كطرف مستقل عن هذا المؤتمر وتسعى لإيجاد حل سياسي. وحتى هذه المبادرات التي نسمع بها من داخل ليبيا ستشكل الأرضية التي سيعتمدها مبعوث الجامعة الدول العربية وكذلك بقية الممثلين أي ناصر القدوة وكذلك بقية الأطراف التي عينها الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى أن الآن بدأ الليبيون يتهيئون لنوع من مناقشة البدائل السياسية، وتونس لابد أن تدعم وتضع ثقلها في هذا الاتجاه على سواء على مستوى إقليمي أو على مستوى دولي، خاصة أنه في وقت اللي توقعت فيه عدة أطراف دولية وتقارير دولية أنه فما إمكانية لتدخل أجنبي عسكري في ليبيا. الدول الأوروبية والولايات المتحدة كانت موقفها اليوم هي تغليب صوت الحوار عوض القوة. بالفعل يجب أن نتصدى بقوة وبشكل دبلوماسي قوي ضد أي تدخل عسكري، لأن هذا لن يفيد الشعب الليبي وسيدفع الليبيين في ورطة تاريخية لن تمكنهم من استعادة إمكانية بناء دولتهم الجديدة، بل أن هذا التدخل سيسعى إلى تقسيم ليبيا وتعميق التناقضات داخل الشعب الليبي. إذن نحن كتونس وكتونسيين ضروري جدا أن نتجه لمنع هذا التدخل وإعطاء فرصة بناء حوار وطني حقيقي داخل ليبيا. نعم، شكرا لك سي سلاح دين الجورشي الإعلامي والمحلل السياسي على هذا التدخل عبر الهاتف. كما قلت، إذا التطورات اللي شهدتها ليبيا في الأسبوع أو نهاية الأسبوع الماضي وخلال هذا الأسبوع أكيد أنه باش تكون عندها تداعيات وانعكاسات سلبية على بلادنا. خلينا نشوفوا تقرير حول الاستعدادات الأمنية لمجابهة أي طارئ في ظل هذه التوترات مع زميلنا خميس بوبطان ونواصل الحديث. على طول الشريط الحدودي التونسي الليبي الجزائري وبمراكز قوات الحرس الوطني الحدودي المتقدمة وبنقاط التفتيش القارة والمتنقلة المشتركة مع بقية الأسلاك الأمنية ولا سيما منها قوات الجيش الوطني، تعزز تنظيمة المراقبة والحراسة في متابعة لتداعيات ما تمر به ليبيا من أوضاع أمنية غير مستقرة قد تكون لها الانعكاسات السلبية على الوضع الأمني داخل البلاد. بالنسبة للعمل الميداني هذا هو عمل مهوش بمناسبة الوضع الاستثنائي اللي موجود تو في الشقيقة ليبيا، هو عمل يومي على مدار الساعة وعلى مدار السنة تم تعزيز واتخاذ بعض الاحتياطات وتدعيمه أيضا نظرا للوضع الاستثنائي وتحسبا لأي طارئ تم تدعيمه. وشفتوا اليوم معنا كيفاش الناس كلها مستعدة رغم قساوة المناخ. إضافة للعمل العادي اللي قاعدين نقوم به في عشر الحدودي، كثفنا من التواجد متاعنا، عززنا حراساتنا، عززنا مراكزنا الحدودية المتقدمة، كثفنا من الدوريات متاعنا المتنقلة على طول الشريط الحدودي الممتد على مسافة حوالي 140 كيلومتر. إضافة منظومة أخرى كثفنا العمل مع بالمشاركة مع وحدات الجيش الوطني، ثم دورية زادة مشتركة قاعدين نقوم فيها مع قوات العسكرية المتواجدة في القطاع في مرجع النظر متاعنا. وفي ولايتي مدنين وتطاوين الحدوديتين مع ليبيا والجزائر منطقة عسكرية عازلة ودوريات متنقلة تجوب على مدار الساعة المنطقة تأمينا للبلاد من كل الأخطار ولا سيما من خطري الإرهاب والتهريب على وجه الخصوص. موجودين عطوا احنا عشرة الحدودي طويل الحلاب مركز الحدودي المتقدم، عشرة الحدودي كما نشوف المركز الليبي طويل الجرد موجود من 500 متر يبعد على رسم الحد تاع ما بين الجار الاخوه الليبيه. المجموعه تخدم لاباس الحمد لله، قلوبنا كنا نخدموا انصلي دار متضامنين والحمد لله معناتها معنوياتنا مرتفعه. نقوموا بعمليات مشتركه احنا والجيش في انسجام تام لتامين حدودنا البريه في احسن وجه. قمنا بتكثيف الدوريات مع الاسلاك الكل وخاصه مع الجيش الوطني في كمائن ودوريات متحركه على كامل شريط الحدود. حدود المتراميه الاطراف
في حدود 660 كيلومتر مع ليبيا والجزائر، إنما التنسيق بيننا وبين أخواننا في الجيش وملانا في الجيش سهل المأمورية. كذلك بالنسبة للتجهيزات والوسائل اللي عندنا كي تخدموا بصورة مشتركة بين كلا السلكين. رفعت درجة اليقظة والمراقبة إلى أقصاها في الفترة الأخيرة بتعزيز أحزمة المراقبة الأرضية والجوية على طول الشريط الحدودي التونسية الليبية الجزائرية، بتعزيز هذه المراقبة تحسبا لأي احتمالات سيئة لما تعيشه ليبيا من أوضاع خلال هذه الأيام. خميس بوبتان، التلفزة الوطنية التونسية، لفائدة برنامج نقطة حوار. إذن كما كنا نشاهد في التقرير، إجراءات أمنية وعسكرية اتخذت على حدودنا الشرقية لتجنب أي طارئ جراء الأزمة في ليبيا. ومعنا مباشرة عبر الهاتف حضرة العميد توفيق رحموني، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع. حضرة العميد، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بضيوفك الكرام. أهلا وسهلا بك، كنت كون ضيفنا قبل قليل على الوطنية في أخبار الثامنة، ونظرا لالتزاماتك غادرتنا وقبلت، مشكور أنك تنضم لنا عبر الهاتف، أهلا وسهلا بك. إذا حضرة العميد، الإجراءات اللي اتخذتها تونس لتأمين حدودنا، وشنو تتوقعوا في حال تواصلت هذه الأزمة في ليبيا؟ إذا هو بالفعل أصبحت الأوضاع الأمنية بليبيا متدهورة جدا، وتركزت المواجهات العسكرية بين أطراف النزاع في بداية الأمر في الجهة الشرقية للبلاد بمدينة بنغازي وضواحيها، ثم امتدت إلى العاصمة طرابلس ووارد جدا توسعها لتشمل كل القطر الليبي، وبالتالي وصولها للجهة الغربية وبالتحديد للمناطق المتاخمة لحدودنا، وهذا وارد جدا. إذا هذه وضعية سوف يتولد عليها أزمة إنسانية وتهديدات إرهابية وحتى مناوشات عسكرية. فيما يخص الأزمة الإنسانية تتعلق بتدفق اللاجئين وما يترتب عليه من حالة فوضى بالمعابر وتنظيم عمليات الإغاثة وترحيل اللاجئين. نعم. فيما يخص بالتهديدات الإرهابية، سمعني حضرة العميد، ربما يتكرر السيناريو اللي عشناه في 2011. وارد جدا. وارد جدا، لأنه الملجأ الوحيد تقريبا للليبيين اللي متواجدين في الجهة الغربية لليبيا هو تونس. نعم. إذن التهديدات الثانية هي تهديدات إرهابية. نعم. وتتعلق بتربص بعض الأصوليين والهرابيين تونسيين أو أجانب لاغتنام الفرصة السانحة للدخول إلى أرض الوطن بنوايا إجرامية وما يترتب عليه من وجوب اليقظة المستمرة. وأخيرا نخشى كذلك مناوشات عسكرية وتتمثل في إمكانية لجوء عناصر عسكرية مسلحة لأرض الوطن للانسحاب أو الهروب من القتال في القطر الليبي. نعم. وإمكانية ملاحقتها من طرف عناصر أخرى، وهذا ما عاشته وحدات القوات المسلحة بين معارك ثورة ليبيا سنة 2011 وما رافقها من نزول قذائف على التراب التونسي وحالات الرعب التي شاهدناها في الأهالي. طيب نعم، فما حديث في المدة هذية ومعليها وسربته مصادر جزائرية يقول وأنه هناك اتفاق سري وقع توقيعه بين تونس والجزائر ومصر لاتخاذ حزمة إجراءات لمنع المزيد أو لمنع تزايد نفوذ أنصار الجماعات المسلحة في ليبيا، وفرض إجراءات رقبية على الممرات الحدودية لمنع وصول أسلحة إلى ليبيا عبر البحر، ومنع وصول مساعدات مالية للتيار الجهادي في ليبيا. هو في الحقيقة فكرة على الاتفاق هذا أو لا؟ هو في الحقيقة تنسيق بين الجهات ثلاثة دول مش موجود، مصر والجزائر وتونس، اللي متأكد وأنه هناك تعاون أمني بين تونس والجزائر فيما يخص خاصة تبادل المعلومات حول تنقل هذه العناصر الإرهابية. لكن تونس اللي تعمل على قواتها المسلحة وعلى قوات أمنها الداخلي اتخذت الكثير من التحضيرات العسكرية والأمنية، منها الاستباقية كإعلان للمنطقة الحدودية العازلة وما وفرتها من آلية لنشر القوات لتغطية الفضاء الصحراوي، ومنها الظرفية
كالتصعيد في حالة الجاهزية واستنفار كل القوات المنتشرة على طول الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي لجمع المعلومات والقيام بعمل عسكري، وكذلك قيام الطيران الحربي بطلعات جوية للاستطلاع وتنسيق أعمال الدوريات والمراقبة والتفتيش بين كل القوات المتدخلة. هذا الكل يجرى الآن على طول الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي لبلادنا. نعم. ثم على الخط الثاني تم نشر ترتيبة دفاعية وتم تعزيزها بالمعدات والتجهيزات اللازمة لمواجهة كل طرف. ورأوا إذا تطورت الأوضاع نحو الأسوأ واستدعى الأمر تدخل أوسع، فإن القوات المسلحة مستعدة للدفع بتعزيزات أكبر لتأمين الجنوب التونسي. نعم نعم. فقط تقعد معنا حضرة العميد، نحب نتعلق على نحبك تعلق على موضوع سي زهير. أنت في المدة الأخرى صرحت بأنه تملك معلومات عن تواجد قوات عسكرية أمريكية في الصحراء التونسية، وقلت وأنه هذا يشير إلى وجود استعدادات أمريكية للتدخل في ليبيا تحت غطاء منع توتر العسكرية فيها. شنو الأدلة اللي عندك سي زهير؟ لا أنا خليني ساعة قبل كل شيء، قبل ما نحكي على الموضوع هذا خليني نأكد على حاجة، خاطر في الفترة الأخيرة سمعت بعض الردود احنا كيف نتحدث على الموضوع هذا. ساعة احنا ما نتحدثوش على الجيش، نحن نحترم الجيش، نحترم قياداته وجنوده، والجيش لعب دور كبير في تونس ولعب دور كبير في احنا كحركة شعب نحترم المؤسسة العسكرية، لأن كنا دوما نعتبر أن المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية. نحن نتحدث عن قرار سياسي، والموضوع هذا أنا تحدثت على شهود عيان، ولكن خليني نذكر شوية التوانسة بحاجة، أنه في 2011 تحدثنا وتحدث البعض الآخر على شهود عيان على وصول سلاح عبر من جرجيس إلى ليبيا، وخرجت الحكومة وكذبت الحديث هذا، خرجت وزارة الدفاع وكذبت الحديث هذا، وأكدت أنه ما ثماش منه الحديث هذا، وأكدت أنها تقف على نفس المسافة مع جميع الأطراف الموجودة في ليبيا في تلك الفترة يعني المتصارعة في ليبيا، ولكن ثبت فيما بعد، وحتى الأطراف اللي كانت موجودة في حكومة الباجي قائد السبسي اعترفت فيما بعد اللي هي أوصلت السلاح إلى ليبيا. الحديث على قاعدة عسكرية أمريكية في تونس هذا مش حديث جديد، هذا حديث متداول منذ فترة، وأنا عندي نجم نعطي برشا أدلة على الموضوع هذا لو الوقت يسمح، برشا أدلة إلى آخره. احنا اللي همنا في الموضوع شنو؟ اللي همنا في الموضوع هذا كله احنا حريصين على أمن ليبيا، وحريصين أكثر على أمن تونس وعلى أمن التونسيين والتونسيات، وندرك جيدا أي أن التطورات اللي قدر الله إذا حصلت تطورات سلبية في ليبيا ستؤثر تأثير سلبي على تونس، وندرك جيدا أن ليبيا ما زالت تحت البند السابع اللي كنا نحكي فيهم بكري، وندرك كذلك جيدا أن عديد التصريحات في الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة كانت تلوح بإمكانية التدخل العسكري في ليبيا. وأخيرا أخيرا نعطي يعني نقطة صغيرة، في أوردت قناة التيانين في نشرتها الإخبارية في 10 مارس 2014 نقلا عن مجلة أمريكية اللي هي لوس أنجلس تايمز تتحدث على وصول 50 فرد من قوات خاصة أمريكية قدموا على مروحية أمريكية ووصلوا لتونس، ووقع الاتصال بوزارة الدفاع التونسية ولم تنفي وزارة الدفاع، وأكدت أن الخمسين خليني ننهي هذايا، أكدت هذوما جاءوا باش يدربوا القوات الأمريكية. نقطة الاستفهام الكبيرة شنية؟ علاش التوانسة والتونسيات الأخبار هذية يسمعوها مش من 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 منا نحن، يسمعوا ما يسمعوش يعني من وسائل اعلامنا، ما تعطيش وزاره الدفاع او الحكومه التونسيه اخبار على هذه، نسمعوها من مجله امريكيه باش تاكد الشيء هذا. انا ناكد اللي ثم تعاون مش جديد بين الولايات المتحده الامريكيه وتونس حتى في سنه 86، ويمكن الرجوع للارشيف تو نفطنوا انه قبل ضرب ليبيا في 86 كان ثم رادارات امريكيه موجوده في جرجيس، وبعد ضرب ليبيا الرادارات هذه مشات على روحها. هذا اللي حديث نحكوا فيه، ما نجموش ننكروا التعاون هذا، ما نجموش ننكروا ان الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تتدخل في ليبيا وتريد ان تتدخل في شؤون المنطقه عموما، وهي التي تدعم الارهاب، وهي بحجه مقاومه الارهاب البعبع هذا اللي خلقته الولايات المتحده الامريكيه اللي تدعم فيه واللي خلقته، تريد ان تتدخل في تونس وفي الجزائر وفي ليبيا وفي كل جزء من واضح. نشوفوا موقف العميد توفيق الرحموني. حضره العميد شنو تعليقك على الكلام اللي كنت تسمع فيه؟ والله في بداية الأمر أنا نقول راه ثم خلط كبير بين التعاون الدولي العسكري بين تونس وجيوش البلدان الشقيقة والصديقة اللي هو ذكرناه في عديد المرات واللي هو متنوع.
نحن لو كان كل نشاط تقوم به وزارة الدفاع الوطني مع بلد شقيق أو صديق فأنه راه يوميا نقدر نذكره في الأعمال والأنشطة هذه ولا ينتهي. راه هناك فرق بين حضور قوات أجنبية في تونس للقيام بتمارين كما هما يجيونا كما نحن نتنقلوا ونقوموا بتمارين مشتركة في بلادنا. أما إشاعات من نوع هناك قاعدة عسكرية أمريكية في تونس أو من نوع تواجد كما قالها السيد المعزاوي وأن هناك طائرات أباتشي منتشرة في الجنوب التونسي فإن هذه من يقول هالإشاعات هذه هو سمحني لم يفهم مفهوم الأمن القومي في تونس. ومن مبادئ وزارة الدفاع الوطني أنها لن تسمح أعيدها عدة مرات لعدة جهات لن تسمح بتواجد عسكري أجنبي على أرض الوطن مهما كان شكله بشكل معدات أو حضور جنود عسكريين خاصة بنوايا القيام بعمل ضد دولة شقيقة مجاورة. نعم شكرا لك حضرة العميد توفيق الرحموني نطق رسمي باسم وزارة الدفاع كنت معنا عبر الهاتف. باش نرجع للتهديدات المحتملة للأوضاع في ليبيا سيد نور الدين النيفر من بين التهديدات المحتملة أنه دخول مجموعات إرهابية إلى تونس أو تهريب سلاح إلى تونس أو من تونس. شوف هناك مسألتين أساسيتين أنه لقدر الله وأجدد دعوتي وأكرر لإخوتنا الليبيين لأقول لهم بيدكم لا بيد عمر أمنكم بين أيديكم من أجل مصالحة من أجل توسيع دائرة المصالحة فيما بينكم أنتم 6 ملايين مواطن يمكن أن يستقوي عليكم الغير نأمل أن يرجح العقل في هذا. في خلاف ذلك هناك أولا خطر أساسي هو أن مجهود الدولة التونسية سيوظف في حماية الحدود وفي العناية بمئات الآلاف من اللاجئين فالحرب الأهلية هي ثم بداية حرب أهلية نقولتو بالدقة العلمية هناك حرب بين ميليشيات عندما تصبح حرب بين قوى كبرى تزهق الأرواح وتسفك دماء الليبيين فيما بينها يقع تدخل أيادي خارجية وأقول لإخوتنا الليبيين نحن تونس وليبيا في مرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد الربيع العربي وهناك لعب سياسية أخرى برهانات أخرى ومصالح أخرى هذا أولا ثانيا أن هذه العصابات في ليبيا هي الآن تقوم بتحرك نحو الجنوب الليبي وتريد أن تدور من الجنوب الليبي بإثارة الفوضى في تونس وفي الجزائر حتى تضعف الموقفين التونسي والجزائري وتربك الوضع على المستوى الإقليمي وتربط استراتيجيتها وسلاحها مع مالي. مالي اليوم مدينة كيدال التي وقع تحريرها في الصيف رجعت بين هذه المجموعات ولا شيء يحسم الأمر. الأمر اليوم خطير جدا بالنسبة للشعب الليبي بالنسبة للشعب الجزائري بالنسبة للشعب التونسي وحتى بالنسبة للشعب المصري وقد تضر ليبيا المسار الديمقراطي في تونس تضر أقرب أصدقائها وأحب أصدقائها تونس. نعم سي سمير أكيد أنه تداعيات الأزمة الليبية باش تكون مش فقط أمنية ولكن أيضا على بلادنا باش تكون أيضا اقتصادية. صحيح الوضع يؤثر في الاتجاهين لأنه التوقعات النخبة السياسية في البداية كانت أن ليبيا ستكون سوق واسعة للبضاعة التونسية ومساحة شاسعة للعمالة التونسية بمئات الألاف ولكن للأسف الشديد تطور الوضع وأصبحنا نفكر في دفع المضرة والمفسدة أكثر مما نفكر في جلب المنفعة. ولكن أيضا يجب أن ننتبه إلى أن ما يسمى بالحرب أو الحرب الأهلية ما زلنا نصل للحرب الأهلية ليست جديدة في ليبيا لم يكن الوضع وضع استقرار ثم تدهور فجأة. في ليبيا حصلت تقريبا 10 حروب قبلية في العامين الأخيرين. في بنغازي تم قتل ما يزيد عن 260 ضابط وعون بين شرطة وجيش ولكن ما يهمني هو المستقبل. النخبة السياسية الفاعلون السياسيون يجب أن يتوجهوا إلى حوار لا يقصي أحد
إلا من تلطخت أيديهم بالدماء أو تلطخت جيوبهم بسرقة أموال الشعب الليبي، هؤلاء يجب أن يحالوا إلى قضاء، ولكن القضاء نفسه في ليبيا يجب أن يصلح، لا يصلح فقط ولكن يجب أن يصنع، أن يقام. ثانيا يجب أن يكون هناك خط فصل وتمايز بين الفاعلين السياسيين الذين يتبنون العمل السياسي السلمي والرؤية الوسطية للإسلام بالنسبة لمن لهم خلفية إسلامية، وبين المجموعات التي تتبنى الفكر التكفيري أو التي لها علاقة بالقاعدة، لأن الوضع حاليا على غاية من الطرافة السوداء في ليبيا، أصبحت مجموعات على علاقة بالقاعدة تدافع عن الشرعية. نعم. وتواجه الذين يهددون الشرعية، وهذا أمر غير مقبول، لأنه كلما تفككت سلطة الدولة أو بعدت إمكانية بناء مؤسسات الدولة، كلما أصبح الوضع في ليبيا مؤثرا بشكل لا غير مباشر وإنما بشكل مباشر على الوضع في تونس. لا ننسى أن هناك أكثر من 20 مليون قطعة سلاح تتجول في الهواء الطلق، وبعضها بالطبع يتوجه إلى تونس، وأثبتت التقارير الأمنية أن هناك أعداد كبيرة من الأسلحة دخلت سنة 2011 خاصة، ولكن حتى بعدها هناك تونسيون يتدربون في ليبيا، وكلما توفرت لهم إمكانية للاقتتال سيزدادون خبرة وضراوة وشراسة وطمع في أن يستغلوا هذه الخبرة على الأرض التونسية، وهذا سيهدد المسار الانتقالي. فما تخوفات أيضا سمحني سي سمير من أنه الليبيين المقيمين في تونس واللي عددهم 1,900,000 ممكن، لأنه كما نقول توجهاتهم وانتماءاتهم وحتى الانقسامات القبلية مختلفة، ممكن أنه تنشب خلافات بيناتهم على أرض تونس على الحدود التونسية لما يدخلون بطريقة، حكيت على المقيمين في تونس مش اللي باش يدخلوا. نعم على الحدود التونسية هناك أجهزة لكشف الأسلحة والمتفجرات لمن يمرون بطريقة شرعية، ولكن ليس هناك أجهزة لكشف الانتماء الإيديولوجي. نعم. والسياسي. نعم. وبالتالي فالعدد الموجود في تونس أنا أشك في أنه 1,900,000، ربما يعني العدد الحقيقي تحدث أنه تقول 1,900,000، ربما العدد الحقيقي يكون أقل من ذلك ببضع مئات الألاف، ولكن هؤلاء فيهم من أنصار القذافي، فيهم من كتائب القذافي، فيهم مواطنين تونسيون، مواطنون ليبيون غير منتمين سياسيا، فيهم معارضون إلى غير ذلك، ولكن الأخطر هو القادم. نعم. إذا كان هناك دفعة أخرى من اللاجئين يبدو في تقديري أن ذلك سيكون أكثر من طاقة الاقتصاد التونسي وأكثر من طاقة التوازن الحالي، وهو توازن إيجابي ولكنه هش. علاش قلتك أنا حتى على الاقتصاد؟ لأنه أيضا الحركة التجارية بين تونس وليبيا، وتعرف وأنه بن قردان يعيشوا من التجارة بين تونس وليبيا، ممكن أنه تتأثر ولو أنها إلى حد الآن تسير بشكل عادي الحركة التجارية بين زوز بلدين على الحدود، ولكن ممكن أنها تتأثر. السياحة أيضا ممكن أنها أحيانا التأثير يكون إيجابي ولكنه خادع، لأن ما نربحه بشكل إيجابي عبر السيولة المالية وعبر زيادة الاستهلاك ربما نخسره بعدم الاستقرار الأمني والسياسي. نعم سي مختار شويشي، حكينا على إمكانية تدفق العديد من اللاجئين الليبيين إلى تونس في حال تدهورة الأوضاع أكثر في هذا البلد، معناها خذيتوا احتياطاتكم، كنت تحدثت وأنكم حكيتوا مع الأمم المتحدة حول هذه المسألة والمفوضية السامية للشؤون اللاجئين. نعم هي المعنية بحركة تدفق اللاجئين في مثل هذه الأزمات والحروب. وقع الاتصال بها، السيد الوزير بنفسه كان الاتصال مع هذا الجهاز المهم والحديث يعني متواصل معهم للاستعداد لفرضية قدوم عدد كبير من الليبيين في حالة أن الأوضاع تسوء لا قدر الله مرة أخرى، ولكن هذا وقع القيام به ونحن نشتغل على هذا إن شاء الله. نعم سي زهير، حبيت تعلق قبيل على شيء قبل ما نواصل؟ هو مش نعلق برشا على السيد العميد، خاطر أنا كما ذكرت نحترم الجيش ونحترم قياداته ونعتبر أن الجيش في تونس كما كل الجيوش قامت بأدوارها، أما فقط أنا ما نحبوش نعود أخطاء، لأنه ذكرنا في 2011 انه سلاح مشى ونكروا، وهو التاريخ يحكم على الحديث اللي نحكوا فيه، واحنا راهو لسنا من الذين يترصدون الفرص باش نشهروا بها الاخطاء باش نشهروا بها، احنا الاخطاء ننبهوا لها وننبهوا راهو الوضع هذا اللي موجود اليوم راهو وضع خطير، وراه قوى اجنبيه تسعى الى ان تتدخل في هذا في هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انا حبيت نعلق زيد على الكلام اللي قاله سي سمير على توقعات النخبه التونسيه في 2011 انه ليبيا باش تكون يعني امكانيه الفرص العمل في ليبيا وامكانيه يعني ان تنعش الاقتصاد التونسي. اعتقد لم تكن هذه توقعات النخبه التونسيه سي سمير،
هذه كانت توقعاتكم انتم فقط، وهذه من الدروس لازم نستفيد منها له في التعامل مع هذه الازمه الليبيه. لان تعاملنا معها في السابق بمنطق يعني ايديولوجي، هذوما الجماعه نتاعي دونك نمشي معاهم للاخر. احنا اليوم لازم نتعامل مع المساله بخطوره كبيره وبدقه كبيره، ولانه حتى الحكومه التونسيه احنا شفنا في الفتره الاخيره مواقف مش موقف. شفنا موقف في رئاسه الجمهوريه وشفنا موقف في وزاره الخارجيه، واعتقد انه في المرحله الدقيقه هذه ما تحتملش المساله هالمواقف المختلفه وكذا. المطلوب شنو؟ سامحني دقيقه، قبل الازمه قبل ما تخرج الحكايه هذه زاد شفنا برشا ناس في تونس تحب تعمل الوساطه. الحكومه تحب تعمل الوساطه، رئيس الجمهوريه يحب يعمل الوساطه، بعض الاحزاب تحب تعمل الوساطه. احنا بالنسبه لنا في حركه الشعب نحذروا، الوساطه مطلوبه، الحوار مطلوب بين الاشقاء في ليبيا. امن ليبيا كما ذكرنا هو امن التوانسه، اللي باش يصير في ليبيا ياثر علينا، ولكن نتعامل مع الوضع في ليبيا وفق مصلحه تونس، مش وفق مصلحتنا كاحزاب ولا وفق مصلحتنا كمجموعات. اليوم اعتقد انه مش مسموح لنا، مش مسموح لنا الكل كحكومه كنخب سياسيه كاحزاب ان نخطئ في تقديرنا للأوضاع في ليبيا وأن نخطئ التعامل مع الأوضاع في ليبيا، وربما لما لا أن يعقد حتى حوار في تونس بين الحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين لتوحيد موقف وطني تونسي مما يجري في ليبيا وإطلاق مبادرة حقيقية لمحاولة أن نطوق الأحداث اللي موجودة في ليبيا. باين مشيت بينا أنت للحرس صلاح الدين الجمالي، تأثيرات الوضع في ليبيا على بلادنا، تأثيرات المحتملة، وأنتم ومن موقعك شنو اللي ممكن تراه حل يلزم نلتجئ له جميعا لتهدئة الأوضاع، للمساهمة في تهدئة الأوضاع؟ فقط إذا تسمح معي 20 ثانية. نعم نعطيك فقط، خلي الدخل لأنه ما تكلمش معنا. أيوه فضل. فعلا بالنسبه للوضع في ليبيا انا اعتقد انه الدول الجوار هي اولى بالتحرك، لان هي المتضرره وهي المعنيه بما يحصل في ليبيا، هي كذلك تفهم الواقع الليبي وتعقيدات الواقع الليبي. والخطر اللي يخيف وربما يزيد في تعقيد الامور هو التدويل. اذا وقع تدويل الازمه، واتمنى تونس لا تكون وراء تدويل ولا تكون محتضنه للتدويل، لانه هذا سيزيد في تعقيد الموقف في ليبيا ولا يسرع الحل. فلذلك يجب ان يكون الحل اقليمي في الدول اللي هي معنيه مباشره بالوضع في ليبيا واللي هي متاثره كذلك بهذا الوضع. طبعا تونس ممكن أن تقوم بذلك، ممكن أن تقوم بمبادرات لكن في إطار إقليمي حتى يكون دورها كبير، لأنه حتى إذا دخلنا في موضوع التدويل دورنا يضيع. احنا سمعنا أخيرا أن سي برنار ليفي مشى ليبيا وبدأ يوزع في المناصب، هاي سيدي أعطى مبادرة هائلة ووزع المناصب القيادية على سي رئيس الحكومة السابق علي زيدان، وقالوا نعطيه سي عبد الكريم بالحاج نعطيه منصب مهم، نعطيه القياده العسكريه ووزير الدفاع، نعطيه سي حفتر اللي هو يعني وزعها كخبزه للخيام في ليبيا، يعني ما هو دخله الرجل هذا؟ فالتدويل خطير جدا على المنطقه وربما يخلي الازمه هذه تطول وتولي مستنقع مستمر، وربما الخطر انه هذا المستنقع يؤثر مباشرة على تصير عدوى خطيرة على دول الجوار في، وبالذات تونس تتأثر. نعم. تونس تتأثر، لذلك يجب أن يكون الدور التونسي نحو الإبقاء الحل في المنطقة وليس تدويل الأزمة الليبية، لأنه في تدويلها ربما تدوم الأزمة وتتعقد. نعم. هذا بالنسبة لل عندك شو؟ نعم سي سمير نرجع لك باش تعلق، وبالمناسبة لأنه وقت البرنامج قارب على النهاية، تعطينا رؤيتك أنت لطريقة الخروج أو حلول ربما لخروج من هذه الأزمة الليبية. لا فقط انا تفاعلي مع صديقي سي زهير. نعم. باش نقول انا ما حبيتش نتوقف عند التضاريس نتاع الخارطه السياسيه في تونس موقفها من يجري في ليبيا، لانه جزء من النخبه اللي حكيت عليها لا يعترف اصلا بانه حدث الثوره في ليبيا، ولم يكن يستفزه النظام الحاكم في ليبيا، ما كانش يحكي على شرعيه اصلا وقت اللي كان نظام دموي في ليبيا، ولكن حاليا نحكي على تفاصيل الشرعيه. انا ما نحبش نتوقف عنده هذايا لانه تجي مناسبات اخرى، ولكن حاليا نحن ازاء بلد شقيق وعزيز علينا ضحى بالدماء من اجل انجاح ثوره، ولكن بناء دوله مساله معقده جدا، وحاليا ثم خطر حرب اهليه، ولكن انا في تقديري
حسب التصريحات الأخيرة للفاعلين الرئيسيين العسكريين والسياسيين نرى أنها مشجعة، مش مطمئنة 100% ولكنها مشجعة. يبدو أن الجميع واعي أنه من سيطلق الرصاصة الأولى بعد الخطوة الأولى في الحرب الأهلية مشتوى تو مازال مقدمات سيكون مسؤول ربما عن حرب أهلية تدوم سنوات، وبالتالي الجميع متردد والجميع خائف. يجب أن نسألوا أولا العملية هذه هل بالفعل هي عملية لمحاربة الإرهاب ولا لا؟ لأنه في تقديري محاربة الإرهاب تكون بناء على توافق وطني، ولا يمكن لفصيل أن ينوب عن الدولة وعن المجتمع وعن الطيف السياسي في مكافحة الإرهاب، وخاصة إذا يكون بالمواصفات هذه. أنا ما نحبش نحكي على الأفراد، ما نحبش نشخص، ولكن اللواء خليفة حفتر معروف تاريخه، معروف تاريخه في تشاد، معروف أنه احتضنته المخابرات الأمريكية لمدة 20 سنة ثم ألقي في الساحة السياسية والعسكرية في ليبيا، ولا يمكن أن يكون هو عنوان مكافحة الإرهاب، رغم أنه التحدي الإرهابي في ليبيا وبالتالي في المنطقة هو تحدي حقيقي. هناك الجانب الإيديولوجي، هناك الأرضية للتدريب، ولكن هناك خاصة بحر من السلاح. نعم واضح. سي نور الدين النايفر، فقط كلمة كلمة لكم الكل، باش نرجع لكم كلمة كلمة حول مخارج الأزمة، كيفاش تراو الحلول المحتملة للخروج من الأزمة هذه الليبية؟ لابد الآن من إعادة بناء الجيش وقوات الأمن من أجل عزل هذه الجماعات، السيطرة على السلاح والسيطرة على مخازن السلاح، هذا أولا. ثانيا لابد أن ترجع ليبيا إلى مصاف الدول وتضخ بيتنولها وتتحصل على أموال وهو مقوم لحياتها. أخيرا أريد أن أتوجه لإخوتنا في ليبيا وأقول لهم إذا أردتم أن تفكروا فلتنظروا إلى الصومال، وإذا كنتم تريدون حلولا وفاقية انظروا إلى تونس، فتونس يمكن لما صنعته لم تقصي أحدا تسير، ويمكن أن تكون مكانا أصليا وأصيلا لضمان أمن الفرقاء، تمكينهم من حرياتهم في التفاوض، وتتعامل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية. حافظوا على بلدكم، أنتم 6 ملايين يمكن القضاء عليكم، عليكم أن تعودوا إلى تاريخكم، إلى عمر المختار، إلى دوركم، إلى الشهامة، وحافظوا على ثرواتكم فسيقسمكم الغير ليستحوذ على ثرواتكم مجانا. نعم سي زهي. طبعا يعني أنا نجم كيف الأخيان الكل نوجه نداء لأخوتنا وشقائنا في ليبيا، يعني أن نفوت الفرصة على الحرب أهلية، أنه نفكروا ديما في مصلحة ليبيا، نفكروا أنه يجب يكون حوار يجب يشمل الجميع في ليبيا. اليوم معناتها ما ثمش خيار، إما أن نتحاور أو أن نتقاتل، واعتقد انه القتال كما ذكروا الاخوين الكل باش يوصل ليبيا في، يعني ناكد كذلك ان لحكومات الجوار ليبيا ان تتحمل مسؤوليتها، مسؤوليه تاريخيه، مش كل واحد يعمل لخت راسي ويضرب يسكر حدوده فقط، لابد ان يوجد تنسيق، لابد ان تطلق مبادرات حقيقيه من اجل اطلاق حوار في ليبيا. اعتقد تونس عندها دور كبير، الجزائر عندها دور كبير، مصر عندها دور كبير، لانه لا قدر الله لو تداعت الامور سلبيا ستكون لها تاثيرات احببنا ام كرهنا على مصر، على تونس، على 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 الجزائر، وعلى الحكومات هذه انها ترى وتخزر، يعني تشوف الامور استراتيجيا شوي، لانه اعتقد انه الاوضاع في ليبيا باش يكون عندها تداعيات لا قدر الله، يعني كان مشيت في 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 السيء، باش يكون عندها تداعيات يعني انسانيه، باش يكون عندها تداعيات امنيه، باش يكون عندها تداعيات، باش يكون عندها تداعيات استراتيجيه على على المنطقه الكل، وبالتالي علينا الجميع نتحمل مسؤوليتنا. يعني نختم معك سي مختار الشاويشي، وبودي ان نطمنوا عائلات التوانسه اللي موجودين في ليبيا، واذا عملتوا خليه ازمه ولا لا باش ينتجولها التوانسه هذو ما بش يطمنوا على عائلتهم. بدءا بهذا الموضوع، خليت الأزمة موجودة وتشتغل. نعم. يعني تشتغل تقريبا يوميا. العمل متواصل مكثف، ونطمئن التونسيين أن حالتهم جيدة والعمل متواصل والجهود متواصلة للإفراج عنها. نعم. هذا أولا. ثانيا دبلوماسيا. هناك شيئان عاجلان. إيقاف العنف وبدء الحوار. لهذا لابد من تجميع جهود كافة الأطراف الليبية والإقليمية والدولية. نعم. هناك أطراف في العالم فاعلة إلى جانب المنطقة ودول المنطقة لتتجمع كل هذه الجهود لتؤتي إطارا يمكن يمكن من بدء الحوار، وهذا بالضبط ما تشتغل عليه الدبلوماسية التونسية. نعم شكرا لك سي سلاح. بضع ثواني لأن وقت البرنامج انتهى لك. طيب. اسمح بالنسبة للحالة، أتصور أنه أولا إيقاف التدخل الأجنبي في شأن الليبي
نعم. ثانيا إبعاد الميليشيات الأجنبية على الأراضي الليبية. ثالثا محاولة أنه إدماج الميليشيات في الاقتصاد وفي الدورة الاقتصادية الليبية مع دعوة للحوار للفعاليات السياسية وكذلك الفعاليات القبائل كذلك اللي مهمة جدا، وهذا اللي ممكن يفتح وهذا يكون بمساعدة دول الجوار. نعم. فبحيث لا يمكن أن ندخل على حوار في هذا الوضع في ليبيا لأنه الوضع متأزم وتدخلات أجنبية عديدة ويصعب وجود الحل في هذا المناخ، وحتى نعم. الانتخابات اللي يحكيوا عليها في هذا المناخ تكون مستحيلة. واضح تقريبا اتفقتوا كلكم على ضرورة اللجوء إلى الحوار وتغليب منطق الحوار عن منطق القوة. شكرا لكم ضيوف الكرام، سي سمير ديلو القيادي بحركة النهضة، سي نور الدين نيفر الخبير في الأمن الشامل، سي صلاح الدين جمالي سفير تونس السابق في ليبيا شكرا لك على الحضور، سي زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب شكرا لك على الحضور، وسي مختار شواشي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية شكرا لك على الحضور وشكرا لكل من انضمينا عبر الهاتف سواء من تونس أو من ليبيا. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم في عدد جديد من نقطة حوار. تصبحون على خير.